كنمشي للكره كنمشي نخرج فيها وكنمشي نخرج فيها وكنشوف الاجواء كيفاش كنمر الاجتماع الحمد لله راه ربما كاع السيدي الرئيس الطراء خرج كاع بواحد الاوديو اللي كيشيد به وكان واحد الاجتماع في الوزاره اللي الناس كيصفقوا الاداره صفقات معمره قالت لك ودي معمر اللي حضرت انه الناس المهنيين جاو وكيطالبوا هما بالراحه البيولوجيه بالعكس ربما كاع الاداره تعطلات كما شفتوا اليوم الحمد لله الامور والظروف الجيده فاش مرت الدوره الدوره كانت مشاركه مكثفه ديال الاعضاء وتناقش في هذه الدوره هذه تناقشات بزاف ديال النقاط من بين النقاط كانت بدا اولا المصادقه على الدوره اللي فاتت السابقه وعلى مشروع ديال الميزانيه ديال 2023 وبين النقاط الاساسيه اللي ناقشناها كاين المساله ديال المشاركه ديال الغرفه في اليوتيس 2023 وهذا غتكون واحد مشاركه اللي هي جد مكثفه وغتكون واحد الدوره ان شاء الله اللي غادي تعرف انا كنقولها من هنا وكنقول الاخوان كلهم ينخرطوا بانه ان شاء الله غتعرف واحد النجاح وغتكون واحد النجاح اللي فائق اللي فات الدورات الاخرى السابقه. بالنسبه كاين واحد النقطه اللي طارت شويه الجدل هي المساله ديال المصيده ديال الاخطبوط بالنسبه بانه البواخر تقريبا لا ديال الصيد الساحلي بالنسبه للصيد التقليدي في المناطق الجنوبيه راهي استوفت الكوطه ديالها بالنسبه للصيد في عين البحار كنقول اليوم راه كاين وصلت تقريبا 98% وكنقول للمعهد العلمي بان هو التصريح من رئيس الغرفه كيقول لكم بان اليوم البواخر ديال الصيد في عين البحار تقريبا كلها وصلت واحد بين 97 حتى 98% بين البواخر ديال الصيد الساحلي المعطيات الى كيقلبوا عليهم راه كاينين بالنسبه للمفرغات اللي كتفرغ في الموانئ الجنوبيه والموانئ الشماليه. اليوم اللي كنطلبوا من المعهد العلمي بانه يسرع مع الاداره والوزاره الوصيه باش يخرجوا بشي قرار اللي هو اللي غيرجع بالنفع على المجهزين وعلى البحاره بانه اليوم باش نيفيتي واحد الكارثه بيئيه خاصنا السرعه في القرار ديال الزياده والمراجعه ديال الحصه اللي هي معطيه في الاخطبوط وشكرا. مهني كما شفتوا المهنيين على الغيره ديالهم على هذا القطاع والتدخلات اللي كانت في النقطه اللي نقطه كانت مهمه النقطه ديال الزونينغ كتعرفوا المهنيين كل شيء كان يعني موافق على هذه النقطه لانها عطات الثمار ديالها مؤخرا لا في التثمين ديال المنتوج ولا في المشاكل ديال الاكتظاظ ديال يعني ديال المواني لان كتعرفوا كان اكتظاظ ديال المواني وكان المنتوج مؤخرا كيتعطل في المراكب وكيمشي للافارين دابا الحمد لله من دار الزونينغ تفرقوا المراكب ولا هذاك المنتوج تقريبا واحد 80 حتى 90% كلشي كيمشي للمعامل ديال التصبير ومعامل التجميد وخصوصا حتى يعني السوق الداخليه اللي كنزودوا بها واحد المنتوج اللي هو في يعني في واحد الجوده عاليه وكنقول بان الغرفة كغرفة الصيد البحري ديال أكادير هي الشعار ديالها اللي هو المحافظة على الثروة السمكية كانوا كلشي الناس يعني كيجاهدوا في هذه القضية ديال المحافظة على الثروة وكان القرار مؤخرا اللي كانت خطاته الإدارة ديال يعني ديال واحد الراحة البيولوجية اللي غتعطي واحد الدفعة كبيرة الحمد لله ديال وفرة المنتوج وديال حتى واحد الشهر اللي يكون فيه واحد الإصلاح ديال المراكب واصلاح ديال المعامل وكل شيء هذا الشيء من اجل الثروه وشكرا. اليوم تم انعقاد يعني الدوره العاديه لغرفه الصيد البحري الاطلسيه الوسطى باكادير. الحمد لله الجو العام فاش دارت الدوره هو ايجابي. كان يعني واحد المستوى مرتفع ديال الوعي ديال المهنيين وناقشنا واحد المجموعه ديال النقاط المدرجه في جدول الاعمال. اللي بطبيعه الحال تم التركيز اكثر على يعني حصيله ديال النظام ديال التنطيق ديال الزونينغ بالنسبه للاسماك الصحيه الصغيره. هو بطبيعه الحال هو واحد النظام اللي هو جديد بدا في سنه الصيد 2022 درنا له واحد التقييم اليوم على اساس كنتمنوا كل المجهودات المبذوله من طرف وزاره الصيد البحري وعلى راسها وزير الصيد البحري السي محمد الصديقي اللي بطبيعه الحال يعني هذا المجهود عطى الثمار يعني خلال هذه السنه عرفت واحد الانتاج ديال واحد الوفره ديال الاسماك الصحيه الصغيره
انتعشت المصيده يعني طبيعه الحال. هذا الانتعاش جاء يعني نتيجه واحد المجهود جبار اللي قام به المعهد الوطني للصيد البحري وكذلك وزاره الصيد البحري بتشاور كذلك وبتنسيق مع المهنيين وكذلك مع المؤسسه المنتخبه اللي بطبيعه الحال احنا اليوم بالنسبه للمستقبل كنشوفوا ان هناك يعني ثلاثه ديال المحاور اللي غنشتغلوا عليها مستقبلا. هو المحور الاول المحور ديال محاربه ظاهره التهريب يعني تشديد المراقبه على هذه الظاهره وهذه الافاق. المحور الثاني هو يعني ادراج جميع المنتوجات ديال الاسماك السطحيه الصغيره في لائحه المصطادات الاضافيه وبما فيها الكوربين يعني سمك الزلمزة كان يعني تمنع على البواخر ديال صيد الاسماك السطحيه ديال السرق. وبالتالي حنا رفعنا ملتمس للوزاره الوصيه من اجل تفادي هذه الكارثه البيئيه ديال لي غوجي اميغ اللي بطبيعه الحال حنا كنعتبروا هذه الظاهره وهذه الكارثه البيئيه خص هذه السنه ديال الصيد يعني تكون هذه المنتوجات كلها وارده في اللائحه ديال المصطادات الاضافيه باش نضمنوا اكثر الاستدامه والمحافظه على الثروه السمكيه. كذلك عندنا ملتمس فيما يتعلق بالكميات المصطاده اليوميه ما دام ان هناك سقف ديال المصطادات يعني السنويه تيكون المجال مفتوح للبواخر لان الحوت ما تيكونش يوميا. كاينين بواخر اللي كدير رحلات يعني ثلاث ايام اربع ايام ما كتلقى الحوت في واحد النهار خاص تعطى الفرصه للناس يعني اللي يستنفذ الكوطه ديالو صافي يجلس الله يعاونه باش يعني نبقاو محافظين على المحاور الكبرى ديال استراتيجيه اليوتيس وخاصه في النسخه الثانيه ديالها الاستدامه والتثمين والمحافظه على الثروه السمكيه.